إني مبتلى بمس أو سحر منذ حوالي 4 أشهر، فكانت حالتي في ذلك الوقت وسواس وكلام يجري على لساني حتى أنني ظننت أنا المتكلم بهذا الكلام، ويحصل أحيانا أنني أظن أني أقول كلاما كفرا والعياذ بالله من غير إرادتي. ثم عالجت عند بعض أهل السنة وقال لي إنك أنت لست أنت المؤاخذ بهذا الكلام، وإنما هو من المس أو السحر. فبارك الله فيكم، هل أنا مؤاخذ بهذا أم لا؟ لست مؤاخذا في هذا، الوسواس لا تؤاخذ به إذا لم تتكلم. قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فإذا تكلمت متعمدا للكلام أنك تؤاخذ، أما إذا لم تكن متعمدا وإنما تكلمت بغير اختيارك بسبب الوسواس والذهول فلا تؤاخذ في هذا، لا تؤاخذ في هذا فيما لم تقصده ولم تنوه، وإنما تكلمت به من غير تعقل ومن غير فهم بسبب شدة الوسواس. ولكن عليك بكثرة الذكر وتلاوة القرآن والاستعاذة بالله من الشيطان، الإكثار من الاستعاذة بالله من الشيطان والاعتصام بالله عز وجل، والله يعينك على ذلك. نعم. أيضا ينازعني هذا المس في مسألة النية، فلا أستطيع أن أستحضرها في قلبي حين وقت الصلاة، وأيضا ينازعني في القراءة وأشعر بأن وضوئي قد انتقض، فماذا تنصحون جزاكم الله خيرا؟ يا أخي، إذا توضيت صح وضوءك ولا ينتقض إلا بالنواقض المعروفة، أما الوسواس فلا ينقض الوضوء. وكذلك الصلاة، إذا شرعت في الصلاة فاستمر ولا تلتفت إلى الوساوس، استمر في صلاتك وأكملها. ولو جاءك بعد الصلاة وقال إن صلاتك ما هي صحيحة، اتركه، صلاتك صحيحة إن شاء الله، ولا تلتفت أبدا إلى هذه الوساوس. نعم.